هذا العام نحن نحرص على أن نسمع، أن نبحث عن نقاط الأزمة. لكل مصدق أن الدين ده من عند الله ما ينفعش يصدق أن الدين ده جاي لنوع أو لون واحد منهم، مدام هو عارفهم، هو عامله وعاملهم وعامل الدين، يبقى أكيد الدين ده يسعهم جميعا. تسارع الأحداث وتتابع الأحداث السريع أوصلنا إلى فقد الشعور بالحاجة بأن نعرف بعضنا البعض. العلمانية هي التي ستحمي الأديان، العلمانية هي التي ستحمي الإسلام. القرآن بين دفتي المصحف لا ينطق بلسان وإنما ينطق به رجال، فهو كان هنا بيتكلم على فكرة التأويل. يعني لي أن النظام يكون علماني، أعتقد هو النظام الأمثل لحماية المواطنين. من يتكلم باسم الإسلام اليوم يعيش مسلسل من ردود الأفعال غير المتزنة. شاب لما يلاقي عنده اللغط ده بيسقط كل الصور والأشخاص ومن يمثل ده وبيروح فين؟ من الرابح من وجود إسلام سياسي؟ أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة الثانية من آمنت بالله. في حلقة الأمس وقفنا عند أن عندنا مشكلة في بيت الخطاب الديني، عندنا تصور أن العلمانية وإن كانت ليست هي الأفضل هي البديل الجاهز ولا توجد بدائل أخرى، عندنا قراءة أن الإلحاد يتزايد بسبب رجال الدين وارتباك الصورة، وكأن الحل هو اختفاء رجال الدين حتى يظهر رجال دين معدين مؤهلين لذلك أم لا. برحب بضيوف الأعزاء فضيلة الحبيب علي الجفري، أهلا وسهلا سيدي. الأستاذ أحمد العسيلي الكاتب والإعلامي المعروف، أهلا وسهلا. الأستاذ أحمد سامر، أهلا وسهلا. أستاذ أيمن عبد الرسول، برحب بكم مرة تانية وبنكمل حوارنا، والمرة دي احنا مشتبكين مع بعض. سيدي من الحوار بتاع الحلقة الأولى وأنا شخصيا حصل ارتباك. طب يعني نعمل ايه قدام شباب مرتبك؟ بنتكلم عن طرف واحد طول الوقت وكأن الطرف المتلقي ليس منزه، في حين أن البعض سيرى أن أمام هذا الخطاب أو التشدد عندي خطاب متشدد في التحرر والتحلل والانحلال أيضا. يعني فكيف يمكن أن احنا نصل إلى صياغة تنجينا من الإلحاد أو الهروب من الدين؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أولا لابد من أن نعيد ثقافة الاعتراف، بمعنى ثقافة نقد الذات عند جميع الأطراف، وهي ثقافة تكاد تكون مغيبة اليوم. بمعنى اعتدنا إذا جلسنا مثل هذه الجلسة أن أبحث عن الأخطاء الموجودة عند العلمانيين أو عند الليبراليين أو عند ما شئت الفلاسفة حتى أسقطهم لأثبت نجاحي، وفي المقابل يأتي الطرف الآخر يتصرف بنفس الطريقة. هذا كلام لا يبني، يعني هذا فقط يؤجج صراعات ثم بعد ذلك يفرض وجوده صاحب الذراع الأقوى، إما شعبيا أو تنظيميا أو ماليا، ونفتقد معنى العلم والاستفادة من العلم. فنحن نحتاج أولا إلى إحياء ثقافة نقد الذات، ونحتاج إلى شجاعة في ذلك، ونفرق بينها وبين جلد الذات التي هي فقط نقد بغير رغبة في الاستفادة. النقطة الثانية أن نحاول الخروج من مربع المبالغة في قضية نحن وهم. لابد أن نتذكر أن هناك أسباب كثيرة تجعلنا معا، ليست نحن وهم. بمعنى الذي يؤمن بفكرة جاءت من شرق لا يعني أنه شرقي، أو بغرب معنى أنه غربي. هناك أشياء تجمعنا كثيرة، لا أتكلم عنها كوسيلة للمجاملة الإعلامية وإظهار صورة التودد، لا، للمنهجية التفكير التي ينبغي أن تنطلق من هذا المنطلق. ثالثا لدينا وأزعم أنه أو أظن أنه منتشر عند مختلف التوجهات الفكرية الموجودة، لدينا كسل في عمل واجب الوقت. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما تفسيره؟ الشيخ يريد فقط أن يستورد من تاريخ الأمة ومن أيام أمجادها ما يطبقه كما هو على واقع اليوم موجود. بعض العلمانيين يبحثون عن التجربة الأمريكية أو التجربة الفرنسية أو التجربة البريطانية ويريد يأتي بها ويريد هدم المقدس ليجعلها هي مقدسا من حيث لا يشعر، ويطالبني بأن أطبقها بغض النظر عن السياقات المختلفة. وغاب عنا أن هناك شغل على صاحب الخطاب الإسلامي أو خادم الخطاب الإسلامي في فهم كيفية تنزيل ما يفهمهم من التفريق بين القطعيات والاجتهادات، بين ملفات كثيرة التي كانت في الحلقة الماضية في مسألة السيولة والإسلام على فهم. لا، أنا عندي منهج، والمنهج هذا منهج راسخ.
راسخ بمعنى أنه متين وفيه ما يقبل التطوير في التفريق بين القطعي والظني، في الخلاف داخل الإطار أو الخروج عن الإطار مع اختلاف البعض في كيفية توصيفها. الذي يريد أن يخدم برؤية معينة في آليات للفصل أو للاحتياطات لم يخدم. أنا لم أرى مشروعا إسلاميا ولا علمانيا يتعلق بمنطقتنا، أرى اشترار تاريخي واشترار جغرافي. صحيح. فلا الاشترار التاريخي سيبني منطقتنا ولا الاشترار الجغرافي. عسيلي، هو أنت موافق أن احنا قدام مشروعين إسلامي وعلماني؟ أنا أولا عندي مشكلة بصراحة كبيرة جدا مع كلمة علمانية. تمام. أنا أسمي نفسي مثلا أن أنا راجل ليبرالي، ويعني إيه ليبرالي؟ يعني محب الحرية. يعني إيه محب الحرية؟ يعني عايز كل الناس يكونوا كما يشاءون. القضية بتاعت أنا موافق جدا مع الحبيب علي على الموضوع بتاع تطرف الجانبي الأزمة، لأن أنا مثلا بدعي أن أنا واقف النص، لأني أدعي أن أنا راجل ليبرالي مؤمن بحرية الجميع. فتعليقا مثلا على كلمة اللي قالها أستاذ أحمد بتاعت أن بلاش حبد في الحقيقة عن أستاذ أحمد، وحقول لوحدي كده أن أنا كشخص مؤمن مثلا أن الدين، ليه بعدت عنه؟ عشان بس لا عشان يبقى الموضوع أسهل يعني، بس مش أكتر. طيب. العلم لما بيترك بيبوز، والدين لما بيترك بيبوز. أنا شخصيا أرى أهمية لأن المؤسسة الدينية المحترمة اللي هي، وإحنا في مصر كده لا خلاف على أنها تبقى الأزهر الشريف بدون كلام. الأزهر عنده دور مهم جدا على الحفاظ على الكيان الديني وتطوير الخطاب الديني وتطوير نوع من يحملون هذا الخطاب على أكتافهم. كل ده في الخطاب الديني مش في الهوية المصرية نفسها خالص. ده له علاقة بإن مين مش في مجمع علمي لعلماء الفيزياء، وفي مجمع علمي للدكاترة، وفي مجمع علمي للمهندسين، في لازم في مجمع علمي لعلوم الدين يمسك حرامي مثلا. لما يكون في شخص مجنون قاعد على محطة التلفزيون بيقول للناس كلام بيشوه دينهم وبيكرههم فيه وبيزود نسبة الإلحاد، زي ما الدراسة اللي الشيخ علي عملها بنفسه بتقول، وبيعمل أضرار كبيرة في المجتمع. لازم يبقى في جهة ما تقول أنت تعالى هنا ما تتكلمش، ما ينفعش تتكلم، لازم إحنا نجيزك. اشمعنى مش أنت بتتكلم عن الحرية يا عسيلي؟ طبعا بتتكلم عن الحرية للجميع. اشمعنى جيت على ده وقلت له لا ده الحريه اقف عندك يعني؟ اولا عشان هو الحريه احضرنا عم ايمن، مش الحريه بتحد يعني. هو اصل هو هنا انا شايف ان العسيلي مش بيتكلم على شأن شخصي، هو بيتكلم على مستقبل خطاب اسلامي معني به ملايين المسلمين. بس انا شايف في خطابه في كلامه انه بيعزله برضه، خلوكم يا بتوع الدين اتكلموا وتطوروا، واذا لقيت راجل بتاع الدين بيتكلم غلط زي ما بتاع الفيزياء بيتكلم في الفيزياء وبتاع الهندسه بيتكلم في الهندسه، فهترجع تصطدم تاني. هو الدين ده للحياه ولا الدين ده للجامع؟ والله هي مشكلة عويصة جدا. مشكلة ان هو مش علم تخصصي يا احمد. يعني ايه؟ انا مطلق لو كان علم تخصصي يبقى انا لازم اخش معهد الاسلام 4 سنين واطلع معايا شهادة ان انا مسلم، واخد بالك ازاي؟ وده مش حقيقي. الحقيقي هو انا اسف بس هو مش المقصود ان هو كده. انا قصدي المرجعيه. انت بتتكلم في المرجعيه؟ لا مش بتكلم في مرجعيه، انا بتكلم على ان على ارض الواقع في دلوقتي مئات الالاف من الناس اسمهم شيخ قاعدين يكلموا الناس. نعمل ايه في الحكايه دي؟ الحل بتاعها ان يبقى في حكم يقول الراجل ده بيتكلم بما في الدين. الموضوع التاني بتاع مين الدين يملكه كل من يحمله في قلبه، الدين مش بتاع حد، ولا شيخ ولا أزهر ولا شيخ الأزهر ولا الشيخ علي ولا حد في الدنيا. كل واحد يحمل دينه في قلبه. صحيح. وحيروح قدام ربنا يتحاسب على دينه اللي في قلبه. هي دي العلمانية الوحشة الكريهة. طب ممكن أطرح سؤال بس يدينا، خلينا نحط دينا على مشكلة. هل الدين غاية أم وسيلة؟ وهل ربنا خلق الدين علشان ينفع بيه البشر، ولا خلق الدين وبعدين خلق البشر عشان يخدموا الدين؟ ما هي دي مشكله، دي لازم نحطها في الحسبان. يعني ازاي برضه خلق البشر علشان يخدموا الدين. يعني انا خلقت الدين، ربنا سبحانه وتعالى خلق الدين، وبعدين خلق استاذ خيري وخلق الشيخ علي وخلق احمد وخلق احمد وخلق استاذ ايمن علشان نخدم الدين ده، ولا هو خلقنا وجعلنا خلفاء في الارض وبعدين خلق الدين عشان يخدمنا يصلح لنا حياتنا؟ وبالتالي اذا كنا بنتعامل مع دوغما ايا كان مرجعيتها ايا كان الدين ده، طب إذا كان ربنا مثلا قال في الشريعة الإسلامية إن هي فيها الصلاح وفيها، تمام؟ إذا كنا إحنا كبشر حطينا شرائع أو قوانين تحقق هذه الغايات في الرحمة والتسامح والتعايش والعدل، هل ربنا سبحانه وتعالى هيبقى متضايق؟ هيبقى زعلان؟ طيب، تعال نحط برضو حاجة تانية مهمة في موضوع العلمانية. شيخ علي قال إنها نموذج غربي.
هل احنا متفقين ان الحضارات او الفكر او الثقافه او العلوم الانسانيه موجوده على شكل جغرافي، ولا هي الفكره حسب تقدم كل فتره في كل مكان وبعدين بتسلم للاخر؟ يعني اذا كنا احنا بنتكلم عن الحضاره المصريه القديمه هي ام الحضارات وام العلوم، النهارده احنا بناخد حاجات موجوده من الغرب اساسها كان الحضاره المصريه، مرورا بعد كده بنقل العلم او الحضاره للاغريق او بعد كده الحضاره العربيه او بعد كده نهضه عصر النهضه في اوروبا. النقطه في فكره العلمانيه الغربيه، مفيش حاجه اسمها العلمانيه الغربيه والعلمانيه. انا لما بقول مثلا العلمانيه، ايه اول حاجه بتقابلني في الشارع؟ يعني انت تقبل بالشذوذ؟ يعني حصرنا طب ما تسالني انا عايز ليه علمانيه، هي وكان الشذوذ مش موجود في الدوله. هو انت عايز العلمانيه ضد المشروع الاسلامي اللي قدام؟ لا، لسبب هو في اصوليه موجوده، اصوليه مسيحيه واصوليه اسلاميه. لو ما دخلش فتوى يفصل ما بين الاصوليه دي والاصوليه دي هتبقى نار. الفتوى ده هو الفتوى الراقي اللي بنسميه العلمانيه، اللي بيسمح بالقيم التسامح والتعايش. حضرتك شايف فهمك للمساله دي صح؟ حضرتك شايف فهمك للمساله دي صح؟ مش هيحصل الاقتتال. تيجي العلمانيه، طب لو الدين الصح قال ما فيش حاجه اسمها الدين الصح لسبب. أيوة. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى كل واحد، استاذ خيري شايف ان الاسلام هو الصح، جرجس شايف المسيحيه الصح، يهوذا شايف اللي انا ما قلتش الاسلام على فكره، انا بقول لك الدين. الدين ايا كان هذا الدين السماوي، فاذا كان هو الصح ممكن تستبدله بالعلمانيه؟ يعني لو عندنا الدين اللي بيتطبق صح الذي يدعو للمحبه والتسامح، لانه لا يوجد دين لا يدعو الى المحبه والتسامح. كل الشرائع السماويه وكل الاديان تدعي انها، يعني حتى كلمه المبادئ الاديان كلها تبقى واحد. يعني انت لو سالت كذلك العلمانيه ادعت ما تقوله ثم جاءت تطبيقات نقضت هذه الدعوة من جذورها. كنظرية علمانية ولا كتطبيقات؟ يعني أنا مثلا ما أقول لك هل العلمانية هتقول الستات إلى الحجاب؟ ده ضد العلمانية حقيقي. أنت الآن ضربت المثل بالضبط، وهذا ما ده حصل فين بقى؟ في دولة زي فرنسا. لكن عندك، طب هنقول مثل بسيط بس معلش، وأحب أكون واقعي جدا عشان تلمس للجمهور. يعني الغرب الكافر العلماني مروة الشربيني لما اتقتلت، حكم صدر على القاتل الألماني بأبشع أو بأقصى عقوبة موجودة في القانون الألماني. لم تكن أقصى عقوبة. أقصى عقوبة في المناسبة. لا، لم تكن أقصى عقوبة على هذا طعن في الحكم. أقصى عقوبة في ألمانيا إيه؟ ألمانيا ما فيهاش إعدام. نعم. طيب نتكلم. أخذ 15 سنة تقريباً. مش لا لا، سجن مدى الحياة تقريباً أعتقد، سجن مدى الحياة. لا ما خدش مدى. ممكن نرجع. يعني ما نريد نغرق فيه. طيب نعم. معلش مش تمام. حرق بيوت البهائيين المصريين، الاعتداء على الكنائس المصرية، التسبب في احداث طائفيه وممارسه عنف ضد الاقليات الدينيه في مصر، لحد النهارده هم طلقاء. هو ده الفكر. يعني انا مش عايز اقول ان هو ده صحيح الاسلام، ومش عايز اقول انا معاك في ده، فعشان كده بقول لك مش عاوزين ناخد التجارب او الانحرافات بتاعتها ونقول ان هو ده الاساس. انا بصراحه عندي حاجه عايز اقولها على موضوع صحيح الاسلام ده. انا شخصيا قناعتي ان في طبعا حاجه اسمها صحيح الاسلام يتفق عليها كل صاحب عقل ومنطق دارس في الإسلام، كلهم على اختلاف ألوانهم في حاجات متفقين عليها هو ده صحيح الإسلام. بس بعيدا عن كده، أنا عايز دلوقتي أجيب سيرة إن إحنا اللخبطة دي فصلها بيحسب بحاجة مهمة جدا، إن إحنا دلوقتي عمالين نتكلم على تطوير الخطاب الديني عشان يتماشى مع العصر واحد ومع عقول الشباب اتنين ومع متغيرات الـ السياسة، ده موضوع تاني بقى. يعني قصدي إصلاح الخطاب الديني والتعامل مع الشأن الديني واختلاف الناس في ألوانهم في تعاطيهم للدين وطريقة ممارسة ده كله موضوع بقى السياسة الدينية والإسلام السياسي ومن يريدون أن يفرضوا الشريعة بالقوة على الناس، ده موضوع تاني خالص لازم ينفصل عن ده، عشان الخناقة دي بقت متسايحة على بعض بدرجة بتخلي ملهاش صاحب. صحيح. نعم. أنا بس لو أذنتم لي أحاول أن أكون سريع، مع أن المواضيع ليست سطحية أبدا. نعم، ولا نريد أن ندخل مرحلة استعراض عضلات فيها، لكن أولا أريد أعود من البداية اللي بدأ يعلق عليها الأستاذ أيمن. أنا أؤمن بالمرجعية وبالتخصص، ولكن الذي ذكرته أنت هو ما يتعلق بتدين الإنسان. هناك فرق بين التدين وبين العلم الديني. التدين كل إنسان متدين، كل إنسان له الخيار في دينه، لكن الكلام عن شرع الله، عن ما أنزله الله عز وجل، هذا تخصص. مهما اختلف أصحابه هناك مقدمات بدون الحصول عليها، بدون وجود نسبة من التعلم الأهلية العلمية، يصبح الخوض فيها جريمة. صحيح صحيح.
عندما يأتي شخص لم يدرس الفقه ويصعد في الفضائية لأن أسلوبه جميل يفتي، هذا ينبغي أن يحاكم. صحيح. لأنه مارس اختصاصا يعمل أزمة مباشرة، وهذا من أولويات المنطق العقلي. لا يمكن أن هذا فرق بينه وبين مفهوم الكهنوت، لا هذا شيء آخر، أو الافتئات على عقول الناس، هذا شيء آخر. لكن يعني لو سيدي أنا مش عايز أقطع حضرتك، بس في هذه النقطة ما أنا كمان عندي لبس كشاب كمشاهد كحد محدود العلم. ما انا عندي السلفيه بيتكلموا بخطاب وهو عالم وعنده كتب ومراجع، وعنده السني بيتكلم بخطاب وعنده كتب ومراجع، وعندي الصوفي بيتكلم بخطاب وعنده مراجع، وعنده الشيعي. فحاضر ازاي وانا في مجتمع سني اقول له لا بس خد بالك وامنع واحدد وكاني احجب واصادر؟ وكلهم بيقولوا صحيح. المساله مين اللي هيفصل؟ هجيب سني يفصل عن شيعي؟ هذه لدينا فيها منهجية واضحة، والذي حصل كما قلت في الحلقة الماضية هو الاختطاف. اسمح لي ان انا اكمل تعليقي على النقطة دي. انا مش ضد الاختصاص، ولكن ضد ان يحاكم احدنا لانه اجتهد وهو ليس حاصلا على شهادة في العلم الديني. يعني انا حاصل على شهادة في الفلسفة، ضد الاحتكار يعني. فمن حقي ان اعمل على ما يسمى بالفلسفة الإسلامية. انا يعني أسير معك إلى ما بعد ذلك. تعرف ماذا أقول؟ لو حد لا يمتلك مؤهلات علمية اللي هي رسمية يعني، أو تعلم على يد مشايخ، أنا أراها غير كافية مسألة المؤهلات الشهادات، لا أراها معيارا. هايل جدا. أنا بس بتكلم في حاجة. أنا دلوقتي لو جيت أيمن عبد الرسول قدمت مشروع في تجديد الخطاب الديني الإسلامي، وقدمت في هذا المشروع منطلقات لو تبنينا نصها هنقدر نحول فعلا بنية الخطاب الديني إلى خطاب لا يستحي من الآخر ولا يخلع ملابسه حتى يهديه زي ما أنتوا بتتهمونه قدام الغرب، وفي نفس الوقت يحافظ على القيم الأصيلة بوصفها مرجعية إنسانية متفق عليها. هناك ما لا يجوز الخلاف فيه، يعني مهما اختلفنا كمسلمين الثوابت القطعيات والاجتهادات. أي فلو أنا تبنيت هذا المنهج واشتغلت عليه مثلا 15 سنين علشان اطلع في النهايه بتحليل وبدراسه وافيه بتقول ايه هو الثابت وايه هو المتحول في الخطاب الديني، وازاي نقدر نصلح هذا الخطاب بما يتماشى مع ذهنيه الشباب ومع تقديمه برؤيه عصريه. فياتي احد المشايخ الذين يحملون العلميه الازهريه التي اسمح لي احيانا في احيان كثيره لا يوفونها حقها في الحقيقه، ويفضل قول الشيخ على قول ربه سبحانه وتعالى. بمعنى أعطيك مثال بسيط جدا، كان لنا اجتهاد بسيط في مسألة سريع. في مسألة قتل المرتد، وهجمنا هجوم بشع جدا من أحد أساتذة الحديث في جامعة الأزهر الشريف، قام بعمل كتاب اسمه أحكام الردة والمرتدين لم يستشهد فيه بآية. فأنا شايف إن المفتاح إن إحنا الأول نفهم الناس إنهم لا يفضلون قول شيخهم على قول ربهم. أنا عايز أقول حاجة في 15 ثانية. نعم. تخص اللي قاله أيمن. تخص اللي قاله أستاذ أيمن. المشكلة بتاعت الناس دلوقتي، في دكتور كل الناس بيدخلوا كلية الطب بيطلع منهم دكتور ماهر ودكتور ما ناس بتقول عليه كده بالبلدي حمار. بالظبط. والميكانيكي في ميكانيكي عبقري وميكانيكي ما بيفهمش في الميكانيكا، وشرحه من يدخل الأزهر ليتعلم علوم الدين في منهم يطلع عبقري وحكيم، وفي منهم يطلع ولا عبقري ولا حكيم ولا المفروض يعمل الحكاية دي خالص. ممكن يروح المدرسة ياخد منهج تعليم ديني، يروح ماسك المنهج فيه ايه الآية هي، يروح محفظها لهم الحديث هو، يروح قايله لهم وخلاص مثلا. نعم. مفيش حاجة اسمها عالم عشان درس يعني. سيدي أحمد سأل كم سؤال في وله حق أن يرد عليه لأنه بيمثل أصوات كتير بتسأل هذا جدا السؤال. وأنا فرح لسماع مثال أمثلة مثل هذه الأسئلة. نقلة سريعة قبل سؤال الأستاذ أحمد، أنا أريد أن أؤكد المرجعية مهمة، لكن بالمفهوم الصحيح للمرجعية، ولا وقت الآن لشرحها. احترام أنك كشخص مشتغل بالفلسفة تطرح رؤية فلسفية، هذا لابد، بل أنا أرى أن نحن متأخرون في هذا الأمر وننتظر منك هذه المسألة، لكن تطرح و تشترك بعد طرحها مع أهل الاختصاصات الجزئية فيما تطرحه. تمام. جبت منظور فلسفي مسألة تمس الفقه، لابد تتناقش مع فقهاء. صحيح. فيها. صحيح. منظور علم الكلام والعقائد اللاهوت تتناقش مع صاحبها، لأن الفلسفة
أفق يعني أو محيط متسع ليس له أيضا هو الحق في أن يفتأت على الاختصاص بعد ذلك. تمام. الأستاذ أحمد، أنا فقط قلق من جزئية، أما هناك عدة أشياء أنت طرحتها ولن يسعنا التعليق ولا بد أن نوضحها لو أردتم، لكن أنا أخشى من شيء، أن الطرح الذي يطرح الآن عن العلمانية بصفتها البديل الحقيقي الجاهز الذي لا يصلح غيره، والتي ستحمي الأديان، والتي تصور أن أصحاب الديانات هم أصحاب المشكلة والصراعات، وبالتالي جاءوا هم ليصلحوا بينهم، أخشى أن تقع فيما دممته أنت، في ما عبته أنت على أصحاب بعض أصحاب الديانات في تصرفاتهم. أولا العلمانية ليست رؤية واحدة، والفقير أزعم أني قرأت في هذا جيدا. ثانيا، تاريخ العلمانية المعاصر الموجود أثبت أن يوجد أشياء منيرة فيما طرحوه، نتكلم عن التطبيقات ليس الفلسفة، هناك أشياء منيرة وفي هناك أشياء مظلمة، لكن في جزئية مهمة طرحها بالتوصيف الذي سيناسب المشاهد اليوم، وعلى أنها هي هذه العلمانية ولا غيرها، يشبه الشيخ والقسيس الذي يأتي ويقول أنا هذا هذا الدين ولا أن هذا هو الدين وغير هذا صحيح الدين. أنت تتكلمني عن شيء تطرحه على أنه صحيح العلمانية. إضافة بس، هو الفكرة أن هي مش أيديولوجية، مش مدرسة سياسية، هي الفكرة طريقة تفكير، لا هي دين ولا هي أيديولوجية سياسية، بيتبلور من خلال مذهب التفكير ده نظام للدولة، هو ده اللي أنا بدور عليه، نظام للدولة، نظام يعيش فيه المجتمع. أنا قلت في أول الكلام أنا لا يعني لي أن أستاذ خيري يبقى علماني أو غيره، ده هو حر، عايز يفكر بطريقة علمانية ترجع له، مش عايز يفكر هو يرجع له، لكن يعنيني أن النظام اللي يجمعنا يكون علماني، هو الأمثل، هو الأصلح، وبالتجارب. يعني أنا ما بتكلمش من منطلق دوغما أو بقولك أن نظريتي بتقول أن هي الصح، والدليل الدول الدينية، أنا عايز دولة دينية ناجحة على مدار التاريخ أيا كان مرجعيتها، دولة يهودية أو دولة مسيحية أو دولة إسلامية. التاريخ لا يكذب ولا يتجمل. الحاجة الثانية، الدولة العلمانية، يعني ليه الغرب الكافر البشع العلماني السيء متقدم ومتحضر ومتعايش ومتسامح، ونحن اللي احنا المفروض عندنا الأديان السماوية كلها عندنا في الشرق الأوسط أكتر صراعات وأكتر حروب موجودة؟ طيب، ده سؤال بيطرح نفسه. قبل ما تنتقل للحلقة الثانية، أنا بس سامحني جملة واحدة حضرتك، أنا ثانية في حلقة ثانية واحدة بس، ثانية مهمة بس عشان لا تلقى عبئا على العلمانية. العلمانية لا تحارب القيم ولا تحارب الأخلاق، والمجتمع بيصنع قيمه بنفسه، والدليل على ذلك أن المسلم في مصر مختلف عن المسلم في باكستان، عن المسلم في السعودية، وكلهم مسلمين. هي دي الفكرة، فمش عايزين نقول علمانية يعني الستات هتمشي بشورت الرجالة مش عارف، هذا كلام صحيح بالضبط، ما أنا بقول لا ده عشان هو ممكن ضمنيا. طيب، الجملة الأخيرة للحبيب وبعدين أي أنا بس كنت بقول شيء، أنه الذي كنت أقوله قبل قليل بالذم الاجترار التاريخي والاجترار الجغرافي لا يعني ما وصل إليك من أني أرفض شيء لأنه جاء من الغرب. أنا لم أتكلم عن هذا بتاتا. تمام. أنا أتكلم عن تطبيق شيء طبق في ظروف مكانية وثقافية معينة ومحاولة تطبيقه حرفيا في منطقتي، هذا لا يصلح، أخذ منه المفيد، ما عندي إشكال. والعلمانية ضد الحرفية على فكرة، لكن أنا سامحني أني أقول لك يعني بدون أي قصد إساءة، أنا رأيت شيء من الحرفية في الحوار الآن. يعني أنا لم أتكلم عن رفض الاستفادة من الغرب قطعا، أنا تكلمت عن كان مصطلحا دقيقا، اشترار جغرافي يقابل اشترار تاريخي، كلاهما مرفوض. أستفيد من التاريخ الشيء المشرق، وأستفيد من التنوع الجغرافي الشيء المشرق جداً. وأضعه ليش؟ لأن الجزئية فقط التي تقلقني فيما يجري اليوم في الغرب وأراه مختلف عنه، نستبدل دوغمة بدوغمة، أنا معك. أكثر من ذلك، أن هناك مشكلة، أن ما بني هناك بني على ردة فعل على شيء أنا لا أعيشه. يعني طب ممكن نقف عند هذه النقطة، أنا آسف لسه أنت لك سؤال وفي حلقة الغد هنتناقش فيه، وهو الجزء الخاص الدين غاية أم وسيلة، ولكن أيوة. أيضا أنت أيوة. فتحت لنا طرحا آخر هو جزء من حلقتنا بكرة، هو بقى التدين أو الدولة المتدينة رمز للتخلف، والعلمانية أو الغرب هو رمز التقدم. يعني كل ما هو ديني أو إذا كانت هناك دولة متدينة فمعنى كده ما احنا عندنا تجارب حتى مع رفض النظام السياسي، بس عندك نجاح ذري في إيران وهي دولة دينية. فين؟ سنتحدث في هذا، ليست القضية، أنا مش طرف، لكن أنا بطرح أيضا. يعني كل ما هو غربي بقى هو الرائع، وكل ما هو له علاقة بالإسلام
أو كل ما له علاقة بالدين. هو يقول بالدين. كل ما هو علماني. كل ما هو علماني. يعني يريد أن يقول ذلك. نعم كل ما هو علماني ناجح ده في حاجة. في نماذج غربية فاشلة جدا على فكرة. أشوفكم بكرة إن شاء الله.